لقب الفنان الكبير الساحر محمود عبد العزيز اللي تم تشييع جثمانه اليوم. محمود عبد العزيز العزاء هيكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، لكن الجنازة كانت اليوم في القاهرة، انتقلت بعد ذلك إلى الإسكندرية وسط أحزان شديدة من جموع المصريين الذين يحبونه. شيع عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان الراحل محمود عبد العزيز جثمانه بجنازة مهيبة حرص خلالها نجلاه كريم ومحمد على حمل جثمان والدهم من داخل مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة على روحه إلى السيارة التي ستنقل الجثمان إلى مقابر العائلة بالإسكندرية. محمود عبد العزيز يعني مش هنقدر نتكلم عليه دلوقتي، احنا في الموقف لا يحتمل اكتر من كده. ربنا يرحمه بقدر ما اسعد الملايين طوال سنوات عمره، ربنا يرحمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. بقول له ربنا يرحمك وبمحبه الناس ليك وبفنك الجميل الوطني اللي حبب الشباب في الوطنيه وحبب الشباب في بلده وحبب الشباب في الانتماء. الله يرحمه ان لله. صاحبي وكان معاه في الحج الله يرحمه. ان لله وانا اليه راجعون. ان لله وانا اليه راجعون. البقاء لله يا جماعه. رحمه الله على الفنان محمود عبد العزيز، كان صديقا عزيزا، كان فنانا كبيرا احترم فنه واخلص له. ربنا يصبر اهله. البقاء لله، البقاء لله، ربنا يصبر ولاده. ربنا يرحمك يا استاذ محمود. الموت انفاس خفيفه زي النسمه، ما يحسهاش الا المقصود، بتحس ببرد نظيف داخل صدرك، هوا ملهوش مصدر، ريحته جميله بيروحك من الحته اللي انت فيها، تبقى شايف الناس والناس شايفاك، لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقول لهم يبعدوه. كل اللي عليك تعمله انك تصاحبه تطاوعه. اللهم تغمده بواسع رحمتك، ألهم عائلته الصبر والسلوان. الفنان كما نؤكد دائما لا يموت، أعماله بتبقى، وانت قاعد قدام التلفزيون كده بتقعد تتابع أعمال كل الذين فقدناهم، لكن بتشوفه وبيعيش معاك حياتك اليومية، بيدخل بيتك وبيعيش معاك، بتشوف كل العمالقة من فاتن حمامة لفريد شوقي لزكي رستم لرشدي أباظة، يعني لو قعدنا نعدد الأسماء لا تشعر أبدا أننا فقدناهم. وده ميزة الفنان أنه بيبقى بأعماله الفنية. سيبقى محمود عبد العزيز بما قدمه من أعمال فنية، وضع لنفسه قاعدة وهي أن يحترم نفسه ولا يسقط في فخ الإسفاف والابتزال. الساحر
هكذا لقبه الجمهور بعد أدائه المتميز الذي عرف به وأثنى عليه النقاد والجمهور في فيلمه الساحر. ورغم أنه لا يملك عصا سحريا، إلا أنه يملك موهبة فنية جعلته متميزا عن كافة أقرانه وأبناء جيله، حيث نجح في تقديم خلطة فنية متنوعة تجمع بين الرومانسية والأكشن والكوميديا والدراما. 40 سنة سايس يا فقر، وما تشتريش لنفسك حصان صغير تربيه ولا حتى حمار. نجح الساحر أن يحصل على لقب الفنان الشامل أو متعددي المواهب بعد أن قدمها عددا من الأغاني تصدرت مبيعات سوق الكاسيت أنذاك، وأصبح منافسا قويا لكبار المطربين الشعبيين. ومن الأغاني التي علقت في أذهان الجمهور الكيمي كيميكا والكيمي 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 كيميكا. وتعالى تاني في الدور التحتاني ناكل حضاني ونحلك سوداني، القعدة هنية واللقمة شهية، دي القعدة هنية واللقمة شهية، وحنش محاغاني تعالى 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 تعالى. ويا حلو بنت لبتك اول ما دابت قشرتك يا عيني، احرم عليا محبتك وراح اتوب عن سكتك. اه القلب منك مليان جافة والصبر من قلبي اتنفى، القلب منك مليان جافة والصبر من قلبي اتنفى، وضع معاك كل الصفا وضع معاك كل الصفا، ضيعته بعندك يا أفا. اشتهر الساحر الراحل محمود عبد العزيز بالعديد من الجمل المضحكة التي رددها في أفلامه وأحبها الجمهور وحفظها، ولازال يرددها حتى يومنا هذا، حيث باتت تلك الإفيهات لغة العصر بين الشباب. جرة حلوة جرة حلوة مفيش كلام. جدتي بقت أجزخانة وأنا اللي عمري ما بلعت أسبرينة، حسسونا يا رب. هو لافة دايما مظلوم مع انه بيتحمل كتير قوي في الزمان ده. الملاحة والملاحة وحبيبتي ملوت الراحة. الكيت كات كان من الأفلام التي تعد نقلة فارقة في مسيرة الساحر الفنية الحافلة بالإنجازات، فقد برع بموهبته وأدائه في تجسيد شخصية الشيخ حسني ببراعة تجعلك لا تشك ولو لوهلة أنه يرى. يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله، ديرجن 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 ديرجن. هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان. ومن أشهر العبارات التي رددها في الفيلم وعلقت بأذهان جماهيره إلى وقتنا هذا، ده أنا أشوف أحسن منك في النور وفي الضلمة كمان. وبلغ رصيد الفنان محمود عبد العزيز في السينما المصرية 84 فيلما، وقدم من خلاله عددا من الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميديا والواقعية. ومن أبرز أعماله السينمائية مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب، وضاع العمر يا ولدي، البنات عايزة إيه، العار، وكلة البلح، العذراء والشعر الأبيض، تزوير في أوراق رسمية، إعدام ميت، الشقة من حق الزوجة. امشي. الكيف بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. جري الوحوش، القرش مفتاح الهنا، الدنيا على جناح يا ماما، الساحر، ليلة البيبي دول، وإبراهيم الأبيض، صلاة الغائب. الله أكبر. ولا بلاش الفتح الغنام. كما قدم العديد من الأدوار التلفزيونية الهامة، منها شجرة اللبلاب، الدوامة، رأفة الهجان، محمود المصري. وكان أبرز أعمال التلفزيونية التي أثرت كثيرا في الدراما المصرية مسلسل رأفة الهجان الذي قدمه في منتصف الثمانينيات، وجسد من خلاله شخصية من ملف المخابرات المصرية. يا ما قلت لكم ما صدقتنيش، عرفت لما
لما قلت لكم ان الوطن ده اتخلق علشان يبقى، عرفتي لما قلت لك ان ده حقنا، ان ربنا مش ممكن هيتخلى عننا بعد كده، عرفتي ان مهما كان في خطايا او اخطاء او عيوب او حتى مؤامرات زي ما انت بتسميها، ان وجودنا دلوقتي بقى حقيقه، حقيقه كامله ما حدش في الدنيا يقدر ينكرها. بالإضافة إلى بعض المسلسلات الأخرى التي قام ببطولتها مؤخرا، منها جبل الحلال. جبلك جواه تشكيلة متلخبطة، فيها الحلو والماسخ، فيها الخير والشر. باب الخلق ومسلسل رأس الغول. ونال الفنان محمود عبد العزيز خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والأوسمة من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية، وحصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان الإسكندرية السينمائي وغيره من الجوائز. يذكر أن الساحر رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وترك وراءه إرثا فنيا كبيرا. رحم الله الفقيد. كل إنسان على قد حلمه، أكبر أحلامك تبقى موظف هتبقى، أكبر أحلامك تشتري بدلة جديدة هتشتري، لكن أنا نفسي أمسك نجوم السماء بإيدي دول. يا اسكندرية وحشتيني، لفيت وشفت بحور الدنيا كلها، بس بحرك انتي ملو ازاي. من جديد، اللهم تغمد محمود عبد العزيز بواسع رحمتك، ألهم عائلته وكل محبيه الصبر والسلوان. سيبقى محمود عبد العزيز بكل الأعمال التي شاهدنا مقتطفات منها منذ قليل.